صبحكم الله بالخير. ما أدري ليش الناس كلها عكس السير معاي، ما أدري أنا المعاكسة سيرهم ولا هم عاكسين سيري. أنا من المجموعة اللي تريق الصحف، وكل ناس ويه أحد الحين يشتري صحف، فتحت الموبايل تلاقين فيه كل شيء. منو قال الموبايل أشوف فيه كل شيء؟ ومنو قال الموبايل لازم يقعد يدق مثل دقات قلبي طول الوقت يمي؟ الصحيفة أقول لهم لا أنت متعودة عليها. قلت ليش أنتم متعودين عليها؟ فتحنا عيننا وإحنا ننطر الصحيفة تي. الصحيفة صحيح هي ورق، وصحيح نوخذ كثير مما يكتب على الورق بالإلكترونيات، ولكن أنا بالنسبة لي لها قيمة ولها مكانة، وأحس أنه أنا أحكي مع إنسان مو مع آلة، لأني أنا أحب الورق وتربيت على هالورق. وبالنسبة لي مهما قال لي هالنتفة اللي نمسكها بإيدنا يظل بالورق، يعطيني فرشة، يعطيني ما وراء الخبر وما يمكن أن أتوقعه. أحب أنا الجرائد بعد ما أحب، وأستغرب يعني هي كلها كم فلس. يضيق خلقي لما أمر على بيت ما قدامه صندوق مال الجرائد، ويضيق خلقي لما أسمع أن واحد ويه يقول يقلل قيمة الصحيفة. يلا بس بعد لكم دينكم ولي دين. الحين يات جريدة بما لا أشتهي، يات بموضوع مر بالنسبة لنا. 6000 محامي كويتي والمهنة في انحدار. هذا الكلام ما يقوله إنسان خارج حدود المحاماة. أكبر المحامين في جمعية المحامين يقولون هذا الكلام، وأكبرهم وأقدمهم. فأنا أقرأ بحزن الحقيقة، لكن تذكرت من أوائل السبعينات لما أول بنتين أخذوا شهادة بالحقوق، كانوا شيخ سعاد الجاسم وشيخ الدعيج، كلنا احتفلنا فيهم واحتفينا فيهم ونقول لهم طولت رقبتنا. وقتها كانت جامعة الكويت طبعا بالستينات انفتحت، منتصف الستينات، كانت كلية الحقوق عبارة عن حقوق وشريعة، وكانت ترأسها الله يعطيها طولة العمر والصحة والعافية الدكتورة بدرية العوضي. فلما طلعوا هالبنتين وإحنا بين الشباب ما نعرف إلا حمد الشيخ يوسف بن عيسى اللي تخرج من كلية الحقوق، وكان وقتها طالبة الله يرحمه أميرنا السابق شيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه يكون معاه في تأسيس دائرة الموظفين، إدارة الموظفين. فطلعوا هالبنتين وكلنا نقول يا بختنا عندنا محاميات، كان يقول لنا لا، ماكو محامية تطلع من كلية الحقوق. تطلع من كلية الحقوق تتدرب سنتين عند محامي مميز هو اللي يعطيها شهادة الحقوق، إنها تروح تترافع وتكون حقوقية، إنها تمتهن هذه المهنة. فطبعا إحنا قلنا لا، الكويت وتوها وجديدة، يلا ما يخالف. وبس بكل أسف هو أخذته الإدارة الحكومية لهذا، وظلت يعني تغير الحال وصارت كلية للحقوق وكلية للشريعة، والشريعة استقلت وراحت بروحها عشان تلبس عباتها، وهذه ما يهمها تلبس العباء. المهم فظلت تطلع لنا كل ساعة حقوقيات. احنا ما نقول حتى حقوقية، محامية. كل ما تخرجت قلنا محامية، وكل وينك يا حمد اليوسف اللي في ما هو ماخذ هو معروف انه النظم انحطت في فرنسا، مصر اخذتها كلها وكانت تطبقها بحذافيرها،
وهذا النظام كان في مصر والله يرحمه حمد الشيخ يوسف كان دارس في مصر، حاول يعدل من الموضوع ما اقتنعوا الربع ومشى. هذه مرت السنين. ما يكون من المؤلم ان الواحد يوصل لهذه النتيجه اللي يقول في المثل يقول من فمك ادينك؟ المميزين من المحامين يقولون هذا الكلام، يعني شيء مؤلم الحقيقه. يعني الواحد ما يحب يحس انه كان احسن من الامس، صار احسن من اليوم. اذا امسنا صار احسن من يومنا معناها الخلل فينا. فمن كذي قلت لكم الجريده فعلا سحبت عرق الحزن عندي. لكن ما يمديني اتنفس، اسحب الجريده الثانيه ولا اقرا. الكويتيون ينفقون 1% من دخلهم على التعليم، لكن ينفقون 11% على الأكل. يعني ايش نبي انحدار أكثر من كذي؟ منه أي مؤسسة ممكن تصوغ الإنسان لأن يصبح نافع معطي؟ إذا كان دخل التعليم يتعلم ليعلم، إذا كان دخل أي مادة أخرى يأخذ المادة ليعطيها غيره فيما بعد، لأن هذه الحصيلة هي اللي تبني لنا ثقافة اليوم. الحين إحنا لما يقولون هذول عندهم حضارة إحنا ما عندنا حضارة، لا، الحضارة ما تضيح من السماء ولا تيجي مع الهواء. الحضارة تراكم لعمل إنساني، مثل ما الإنسان الأول طق صخرتين وطلعت شرارة وبدأ يعمل النار من طق صخرتين. التعليم هذا اللي يعمله، التعليم يعطيك الشيء اللي يخليك تعطي فيه، مو بس تبلعه. بلعه لا يفيد، إذا بلعته بس ينتفخ بطنك بمعلومات تكررها مثل الببغاء. أنت تأخذ من ما يعطى لك لتعطي، وهذا سبب انحدار تعليمنا وسبب انحدار، لأن حتى الآن معاناتنا الحقيقة رغم المال اللي يصرف على هذه الجهات، معاناتنا الحقيقية اللي مو راضي أحد يستوعبها إن في أسلوب إدارة المؤسسات، أسلوب إدارة البشر، أسلوب استيعابهم وإعطائهم المادة اللي لازم يأخذونها بحيث يطلعون يعطونها لغيرهم. هذا الأسلوب في إدارة البشر وليس إدارة الآلات. إدارة الآلات الإنسان قادر عليها، لكن إدارة البشر هي اللي أخفقت، جعلتنا نخفق في كل الأمور وما في أغلب الأمور. ويكفي أن نتلفت حوالينا، احنا لا نقارن نفسنا بآخرين، لكن كنا في يوم من الأيام جوهرة الخليج وما زلنا جوهرة الخليج، لكن جوهرة الخليج اليوم مريضة ومرضها من أهلها. شكراً.